في يوم أمر الحجاج بن يوسف أن يقبض على رجل من المخالفين للقانون، فذهب الجنود إلى بيته فلم يجدوا الرجل فقبضوا على أخيه. فقال المقبوض عليه: دعوني أكلم الخليفة. فلما كلمه قال: يا أمير، إن هؤلاء أرادوا أخي فلم يجدوه فأخذوني وهدموا داري ومنعوا عطائي وحلقوا على اسمي. فقال له الحجاج: ألم تسمع قول الشاعر: جانيك من يجني عليك وربما تعدى الصحاح مبارك الجرب، ولرب مأخوذ بذنب عشيرتي ونجى المقارف صاحب الذنب. فقال الرجل: مهلا أيها الأمير، فإني سمعت الله يقول غير ذلك. قال الحجاج: وماذا يقول الله عز وجل؟ قال الرجل: يقول الله عز وجل عن إخوة يوسف: قالوا يا أيها العزيز إنا له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون. ففزع الحجاج من قول الرجل وقال: فكوا أسره وأطلقوا سراحه وابنوا له داره. وأمر مناديا يمشي في الشارع ويقول: صدق الله وكذب الشاعر، صدق الله وكذب الشاعر. وهذا من الدلائل على أن الحجاج بن يوسف الثقفي رغم أفعاله في سفك الدماء إلى أنه كان عنده دين. وإذا قرأت في حياة الحجاج بن يوسف الثقفي ستجد الكثير من القصص والعبر والحكايات الطريفة في حياة الحجاج التي تثبت أن هذا الرجل كان عنده ذكاء وفطنة رغم قسوته. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لمزيد من العطاء والتألق.